مبروك مبروك مبروك. كل كلمات الشكر قليله جدا في حق حضرتك، يعني الله يبارك في حضرتك يا دكتور سيد، وحقيقي مش عارفه اعبر، يعني مش عارفه اتكلم، يعني الحمد لله. مش عارفه اشوف حاجه زي الحمد لله. حصل لما انا عرفت الخبر وهي عرفته انا ما صدقتوش، يعني ما كنتش مقتنع، لان طبعا من كتر اللي كان بيحصل قبل كده ما انا ما كنتش مصدق. يعني حصل لي حمل عقودي، وبعد كده عملت عملية تفحيط، وسقط، هي بتحمل على طول بتسقط، يحصل حمل وتسقط، وبعد كده الآلام بقى. فعلا حضرتك شلت مني آلام، يعني أنا كنت بحس زي في صواع كهربية، كهربا، في حاجة بتكهربني في بطني، بالذات مع الدورة الشهرية للأسف كان بيجي يعني نص الشهر بحس يكون في كهربا، مش قادرة أصلي، مش قادرة أفرد جسمي على السرير، مش قادرة ألعب رياضة، لا يعني بجد ربنا يبارك يا رب لحضرتك. كذا دكتور شخص الحالة اللي ما عندهاش حاجة وهي سليمة ما فيهاش أي حاجة. آخر مرة عملنا منظار والدكتور اللي عمل منظار ما كانش مقتنع إنه عنده حاجة، بيقول لي هي ما عندهاش حاجة، أنا هبص المنظار بس أنا هبص المنظار أشوف لو في عندها حاجة ولا، بس هي غالبا 99% ما عندهاش حاجة. عمل منظار وخلاص المنظار تعبت أكتر لغاية ما جينا حضرتك هنا، ما انت قلت لي عندها، لا عندها وعندها وعندها وعندها، محدش كان مشخص الحال خالص، لان هي زي ما حضرتك قلت في حته صعبه قوي في عضله البطن. كله كان بيركز ان هو لما يجي يبص هيبص مثلا على الاعضاء الداخليه، على الرحم، على المبيضين، على الانبوبتين، على منطقه الحوض. لكن كانت مشكلتك ان بطنه الرحم المهاجره زي ما الكل ليها الاماكن الموجوده دي، كان في واحده هنا في عضله البطن دي اللي كانت عاملة مشكلة رهيبة جدا من الألام التي لا تتوقف، الكهرباء اللي بتلسعك وغير مشخصة. اللي بيعمل سونار أحيانا بيعمل سونار مهبلي فيشوف الجزء ده وينسى ده. ده لما تقولي أي الحتة دي بتوجعني، أو حد يعملها سونار يكتشفها بالصدفة، أو إنها تبقى كلكعة تحت الجلد فتقدر تشوفيها. عدا ذلك مفيش تشخيصها، مش هيبان أبدا بسونار. الرنين ممكن نعمل رنين وتبقى باينة، لكن لو ما حدش خد باله ممكن يعلق على الرحم والمبيضين والانبوبتين وينسى اللي قصاد دي الموجوده. بالرغم انها موجوده في عضله البطن من هنا، الا انها ليها تاثير سلبي على استقبال الاجنه داخل الرحم، بالرغم ان هي هنا في عضله البطن، يعني هي مش في المبيض ولا في الرحم ولا في البريتون، لكن وجودها هنا بيطلع اجسام في جهاز المناعه مضاده للحمل تعكر صفو ان الرحم يبقى مستقبل للأجنة، يا اما يمنعها يا يطردها منها منها. ما احنا مصورينها كانها صواع الكهرباء، كان نار مستمره. فالحمد لله لما دي اتشالت الجسم كله موده بيتغير، كميته بتتغير، الامه بتختلف وتختفي. الف الف مبروك، وان شاء الله يكمل على خير الحمل مع بطانه الرحم المهاجره، ليه متابعة خاصة جدا عشان ازاي ان احنا ميبقاش فيه عند بكتيريا ازيد، يحصل رابشر للكيس الحمل بدري، الحمل يكمل لغاية الاخر. كل دي واكتر هنشرحها ونكمل على خير. الف مبروك مرة تانية. يبارك حياتك يا دكتور، وفعلا بجد يعني انا عايزة اشكر حياتك قدام العالم كله، يعني وبداية حضرتك لربنا ليه ونهار، يعني ربنا يبارك في حضرتك. خير يعني ربنا جعل حضرتك فعلا سبب لإسعاد الناس. كتر خيركم، الف شكر. الله يبارك لحضرتك، الف مبروك. الله يبارك مبروك.